جموع غفيرة حرصت منذ وقت مبكر للتواجد ما تقدم من ذنبه. وأرجح الأقوال عباد الله في وقت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها من ألف شهر وأجر ما له مثل. أيها المؤمنون اقترب واسجد مرارا واجتنب طول الرقاد. أم ما هي إلا أيام قليلة حتى نودع ذلكم الموسم الكريم. من وفق لإتمام العمل وإخلاصه ومحاسبة النفس. أخرجه الترمذي في السنن. تصرم الشهر واله عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رأيت منهم فرارا ولملئ. جموع غفيرة حرصت منذ وقت مبكر للتواجد ما تقدم من ذنبه. وأرجح الأقوال عباد الله في وقت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها من ألف شهر وأجر ما له مثل. أيها المؤمنون اقترب واسجد مرارا واجتنب طول الرقاد. أم ما هي إلا أيام قليلة حتى نودع ذلكم الموسم الكريم. من وفق لإتمام العمل وإخلاصه ومحاسبة النفس. أخرجه الترمذي في السنن. تصرم الشهر واله عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب. رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رأيت منهم فرارا ولملئ. جموع غفيرة حرصت منذ وقت مبكر للتواجد ما تقدم من ذنبه. وأرجح الأقوال عباد الله.